تتميز منطقة جازان بالعديد من المنتجات الطبيعية والتي من أهمها العسل، وتعد محافظة العيدابي هنا في جازان عاصمة الشهد لما تحتضنه بين جنبات أوديتها وجبال بلغازي من مناحل متعددة تنتج أجود أنواع العسل وبكميات كبيرة. منطقة غنية بالأزهار بأشجار المتنوعة مثل السدر والضهية والمجرى والطلح والسلام والسمر. مهرجان العسل في نسخته الثالثة الذي انطلق في محافظة العيدابي ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة أكثر من 70 نحالا يعرضون كميات تصل إلى ما يقارب 50,000 كيلو من مختلف أنواع العسل. السنة هذه تميز يعني الحقيقة بعدد الحضور تجاوز عدد العارضين 70 عارض تقريبا، أيضا جودة العسل والرقابة عليه ازدادت حيث تم تفعيل جمعية النحالين، وأصبحت محافظة العيدابي وبكل فخر لها ولمنطقة جازان عاصمة الشهد. للمهرجانات فوائد عظيمة، ومن أعظم ذلك أولا إشاعة ثقافة العسل الجيد، أيضا عرض كميات وفيرة من العسل الأصلي من إنتاج منطقتنا للمستهلكين، تعريف أيضا المستهلكين بأنواع العسل والتفريق بينها بين من حيث اللون ومن حيث الطعم ومن حيث الرائحة، من أجل أن يتحصنوا مستقبلا في قضية الغش للمستهلك. يأتي مهرجان العسل الثالث بمحافظة العيدابي للتعريف أيضا بإمكانات هذه المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وجبال وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدا للنحالين والسياح. تأتي هذه المهرجانات للتنشيط السياحي بالمقام الأول، وتأتي للتعريف بها مربي النحل وبأنواع العسل وبكيفية تربية هذه المناحل. ويعتبر مهرجان العسل بمحافظة العيدابي رافدا هاما لتواصل نجاحات المحافظة في إنتاج وتسويق أجود أنواع العسل من عام لآخر. عبد الله الفيفي، الأخبارية، محافظة العيدابي، جازان.